اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء في فقرتنا الجديده، والنهارده احدى فقراتنا 5 فنون من برنامج الكلمه الاخيره. خلينا في البدايه نرحب بضيوفنا الاعزاء ونبتدي بدكتور محمود عليوه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. دكتور محمود احد دكاتره فنيين تشكيليين في مصر. اهلا بحضرتك اهلا يا بك. دكتور، ونرحب بمطربتنا الجميله. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. اهلا بيك. خلينا في البداية نبتدي مع دكتور محمود ونبتدي نسأل حضرتك، أخبار الفن التشكيلي في مصر إيه دلوقتي يا دكتور؟ وبالنسبة للتطور اللي بيحصل فيه؟ بصي، الفن التشكيلي بيعيش أفضل عصوره في ظل الجمهورية الجديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي بيهتم بهذه الدولة العظمى جدا، البنايات الحديثة، العاصمة الجديدة، لاحظ إن في حركة معمار عالية جدا. فبالتالي جه الدور بقى لاهتمام الدولة بالفنانين التشكيليين، وان هم يبقوا اساس في المجال ده. يعني ما اجيش اعمل مدينه جديده من غير ما ارجع للفنان التشكيلي في الاول، هو اللي بيعمل الشكل الجمالي. فالحركه الفنيه في مصر دلوقتي زي ما قلت لك بتعيش ازهى عصورها. تمام. وطبعا انا كان ليا الشرف ان انا تتلمست على ايد اخر جيل من العظماء، الدكتور احمد نوار، و الدكتور سامي رافع، والدكتور صلاح حمودة، الدكتور وفاء، كل المجموعة دي كلها درسوا لي فن. فأنا بعتبر دلوقتي نفسي من ضمن حماة الفن، بحاول أساعد الفنانين التشكيليين. حضرتك غني عن التعريف يا دكتور طبعا. خليني طيب أعرف رأي حضرتك دلوقتي في المواهب الجديدة اللي بتطلع في مصر، وإزاي الدولة بتحاول تدعمها بكل الطرق. بصي، أولا مصر من أيام الفراعنة لغاية دلوقتي عطاء بالفن. إحنا في الآخر يعني دايما بنحكي حكايتنا على الحيطه، الفراعنه والتماثيل. فاحنا الفن عندنا من ايام زمان. فدلوقتي مصر فيها مواهب فنيه كتيره جدا في مجال الفن التشكيلي. طب لازم نساعد الفنانين دول. نساعدهم ازاي؟ عمل معارض فنيه تشكيليه في مصر. عندنا الاوبرا في اكتر من مكان لاقامه المعارض. ليه بقى ما نعملش معارض في الساحات المفتوحه، في الحدائق، في الشوارع؟ يعني في اوروبا تلاقي مثلا المترو ده عندهم، ما نعمل معارض في المترو بانتظام. صح، كم حركة مظبوط. نجح يعني، كان في مشروع تجميل المدارس. بالفعل. طب ما انا كل مدرسه فيها مواهب شابه من الاطفال وبرسمه حلو قوي. بالظبط. طب ما انا اجي عامله الحوش كله من بره السور واعمل معرض للاطفال دي كلها، يبقى كل اللي دخل يعني كل اولياء الامور داخلين واللي جايين بيتفرجوا على معرض مفتوح. صح، مع حضرتك حق. فلازم نفكر بره الصندوق شويه في مساعده الفنانين التشكيليين. صح، مع حضرتك حق يا دكتور، مع حضرتك حق. خلونا ننتقل لضيفتنا الثانيه. اهلا بيك يا استاذه بدور. اهلا بيك، انا شرفت بيك. مطربتنا الجميله بدور عليه، وحضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. خلينا طبعا ننتقل لحضرتك ونعرف من حضرتك. احنا عارفين طبعا ان حضرتك انتقلتي دلوقتي لمسلسل جديد، وان طبعا حضرتك عامله اغنيه جميله ما شاء الله، بجد تحفه. ميرسي جدا. بجد صوت حضرتك يجنن. فاستاذن حضرتك لو تسمعينا الاغنيه. من الاول كده ولا نبتدي؟ طب اول يعني اكيد نحب نعرف حضرتك. طبعا عرفينا طبعا بنفسك. زميله معاكم طبعا في المجال بقالي سنين. اكيد اكيد. بقالي عمر طويل طبعا. غنيه عن التعريف طبعا. وكنت ماسكه تنظيم مهرجانات وايفنتات يعتبر البلد كلها. ايوه اكيد حضرتك غنيه عن التعريف. بس بعد كده انتقلت لان لقيت الفن اللي احنا فيه دلوقتي فن هابط. اكيد حضرتك من زمان الفن الجميل. طبعا طبعا، ام كلثوم، عبد الحليم حافظ. أيوة. عبد الوهاب، على الحلو والمره مش كنا متعودين. أيوة. طب ما تسمعينا حاجه فنانة. يعني انا الفن الاصيل. فلما اجي دلوقتي مصر الجميله، مصر العظيمه اللي أيوة. احنا يعني متكرمين ومعروفين. أيوة. بجمالها وجمال فنها التشكيلي. أيوة. الفن الغنائي. أيوة. الفن التمثيل والشعر والادب. أيوة. كل ده احنا تفهم. متميزين بيه. أيوة. مصر ام الدنيا، هي الفن الاساسي، واحنا اساس بلدنا. أيوة. اساس الفن. ايوه، مفيش مصر مفيش فن. صح، مع حضرتك كل الحق. انا بصراحه بالنسبه للفن اللي انا بسمعه دلوقتي زي ما بقول لك كده. طيب خلينا نختم حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين باغنيه جميله من مطربتنا الجميله بدور عليبه، وننتقل للاغنيه. طب نشغلها؟ هيشغلوها دلوقتي. اوكي. طيب سؤال بقى من فنان تشكيلي. طبعا هو والدي وكل حاجه، انا اتشرف ان انا بدور عليوه، ده انا شرف ليا
يعني انت حطيتيني في مرتبه يعني فوق ما كنت متخيله. بس انا بدور انور. استاذنك نسمع الاغنيه مع بعضنا. بجاحة محدش سالك للي معاه، أما أنا هتكلم بصراحة وهسيب كل واحد وهواه. قالوا إننا عايشين ببجاحة محدش سالك للي معاه، أما أنا هتكلم بصراحة وهسيب كل واحد وهواه. وعادي ما الحياة ماشية محدش صايل العشرة، وناس فكرتهم ألماظ طيب. انا يا ما شفت اسى عشمان وعشم كبير كبير قوي في ربنا، قادر يقلب الموازين الفراح اللي قلبه حزين، وياخد حقه من الظالم وينصر كفة المظالم. وشك وشك ضهرك ضهرك غل وسايب بني ادمين، واللي بيضحك مرة في وشك كان في الظهر غريب سكاكين. ناس بتنافق ناس بتغش علشان خاطر ناس تانيين، ناس عايشينها بمليون وش علشان منفعش الوشين. مع ناس او باش هي حياة ولازم تتعاش. اثبت قولي ليه مهزوز، تخسر مرة ومرة تفوز، هي الدنيا يا صاحب حزوز، تضحك مرة ومرة تبوظ. خايف من اللي جاي ما تخاف، اسند على نفسك ما توقعش، خدت الخطوة فيها ما ترجعش، سندت على اهلي وما انفعش. وشك وشك ضهرك ضهرك غل وسايب بني ادمين، واللي بيضحك مرة في وشك كان في الظهر غريب سكاكين. ناس بتنافق ناس بتغش علشان خاطر ناس تانية،